احنا دايما واحنا بنتكلم في البرنامج عن اهميه التطوير في شمال سيناء واهميه المشروعات القوميه اللي نفذت بالفعل في شمال سيناء ومردودها على المواطنين هناك، لكن يهمنا نسمع من المواطنين هناك ايه اللي اتغير عندهم؟ ايه اللي اتغير عندكم في المحافظه؟ اولا انا جاي النهارده من سيناء بحمل تهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره رئاسه تانيه، واقول له كل المشايخ بيقولوا لك الف مبروك، والمشايخ كلهم معاك في كل الظروف وفي كل الاوان، بس يا ريت تديهم نص ساعه اجتماع للمشايخ. ثانيا موضوع التنميه، موضوع التنميه في سيناء حصلت طفره غير مسبوقه قبل كده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالعصور السابقة احنا كنا بنسمع بالتنمية بس على الورق. اما الراجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل صدوق في حديثه وصدوق في كلامه. اذا وعد بينفذ. هو فذلك حاليا ايش اللي تشوف سيناء؟ قناة السويس اللي كان بنقف عليها ثلاث ساعات واربع ساعات، فيش دلوقتي خمس دقائق لو انك طالع من الاسماعيليه على سيناء. وانت جاي من سيناء خمس دقائق لو انك في الاسماعيليه، الله انفاق ما تاخدش وقت. حاجه رهيبه. القطيعه دي اللي كانت ما بين مصر وسيناء انتهت. انتهت خالص الحمد لله. من موضوع الانفاق وتسهيل دخول المنتجات السنويه بسرعه، خضار برتقان ومانجا وزيتون وزي كده وخوخ، وسريع على طول بيدخل على طول. هو مش زي كان بنستنى لما السفن تقف ويونس بولينا الكوبري عند القنطره والفواكه تعدي. شوف من الصبح العربيات واقفه غير لما تغيب الشمس والبواخر تبطل تمشي بيونس بولينا الكوبري. هم يعني بيقعدوا 12 ساعه. شوف الخضار لما يقف على الطريق 12 ساعة طبعا. أما من ناحية التنمية، الراجل ده وضع خطة لتنمية سيناء ب 742 مليار. رقم كبير طبعا، رقم غير مسبوق. احنا يا اهالي سيناء لما سمعنا الرقم ده قول الله 742 مليار. هل هذا وكان يبدا بها العمل في منطقة وسط سيناء في الحسن وفي نخل، وكان يبنى التجمعات في الحسن ونخل، وكان يحفر أبار المياه في الحسن ونخل. الحسن ونخل دي كانت حتى أهل سيناء ما بيسكنوها من عدم وجود الماء في العصور السابقة. دلوقتي ما فيش. دلوقتي تاخذ بيت وتاخذ خمس فدادين مزروعين زيتون، ده جميل. بيتك ودي ارضك. يعني حاجه حلوه. يعني حاجه حلوه جدا. طيب هذا فهذا في الحسنة ونخل. طيب عندنا في رفح وشو خزويد، هذيك اليوم لما جانا السيد رئيس الوزراء واجتمع معانا وقعدنا معاه وتكلمنا معاه، عمل 12 برضه تجمع، 12 تجمع سكاني جديد، وهيبدا فيهم من 1/1/24 العمل. والتجمعات دي حتكون شامله متكامله، مدارس، وحدات صحيه، بريد، تلفونات، فهذا كل كامله شامل متكاملة. وحدات. زد على ذلك مثلا هو عمل عندنا منطقة 104,000 فدان استثمار. هو قال الأولوية لأبناء سيناء. شيء جميل طبعا. يتقدموا عشان ياخدوا قطع أرض من دي. عشان ياخد سكن وياخدوا أرض. ياخد سكن وياخدوا أرض. هو يعني حاجه حلوه خالص. فذلك مثل يعني ان هم
زد على ذلك محطات المية الجديدة اللي عملوها محطات التحلية طبعا. تصور على طول حدود سيناء مع البحر الأبيض المتوسط في خمس محطات تحلية مية. خمس محطات.